متممة زاوية. أول شيء إيش معنى هاي الكلمة؟ خلينا نشوف تطبيق تمهيدي بيدلنا على المتممة لزاوية. لو جينا هذا المثال، في عندنا المثلث القائم EFG قائم الزاوية في E. لو حسبنا ساين الزاوية G، ساين G يساوي المقابل على الوتر. المقابل مثل ما قلنا المتممة لزاوية إيش معناها؟ في عندنا مثال تمهيدي، مثلث قائم EFG قائم الزاوية في E. لو حسبنا ساين الزاوية G يساوي المقابل على الوتر. المقابل للزاوية G هو 3 والوتر يساوي 5. طيب لو حسبنا كوساين الزاوية الثانية اللي هي F، كوساين F يساوي المجاور على الوتر. المجاور ل F يساوي 3 والوتر يساوي 5. هون شو بنلاحظ؟ بنلاحظ انه ساين الزاوية G يساوي كوساين الزاوية F، ساين G يساوي كوساين F. من ناحية ثانية لو أخذنا ساين الزاوية F يساوي المقابل على الوتر ويساوي 4 على 5. كوساين الزاوية G المجاور على الوتر ويساوي 4 على 5. كمان بنلاحظ أنه ساين الزاوية F يساوي كوساين الزاوية G ويساوي 4 على 5. بهاي الحالة لما يكون في عنا ساين زاوي يساوي كوساين زاوي تاني، فهذول الزاويتين بنسميهن زاويتان متتامتان، زاويتان متتامتان. وشغلة تانية، الزاويتان المتتامتان بيكون مجموع 90 درجة. يعني أي زاويتين حادتين مجموع 90 درجة بنسميهن زاويتان متتامتان. ساين إحداهما يساوي كوساين الزاوية الأخرى. مثل ما احنا شايفين بنسمي الزاويتين F و G زاويتين متتامتين، لأنه ساين إحداهما يساوي كوساين الأخرى. مثل ما قلنا الزاويتان المتتامتان زاويتان مجموع قياسهما 90 درجة. هلا في عنا علاقة رح نستفيد منها في حل التمارين. إذا كان في عنا X زاوية حادة، فإن ساين X يساوي كوساين 90 ناقص X. ليش 90 ناقص X؟ طبعا مثلا لو افترضنا الـ X تساوي 50 درجة، فساين الـ 50 يساوي كوساين الـ 40 اللي هي 90 ناقص 50 ويساوي 40. ساين X يساوي كوساين المتممة. مثل ما قلنا المتتامتان مجموع 90 درجة، فإذا عنا الأولى X راح تكون الثانية 90 ناقص X. بدنا نستفيد من هاي العلاقة في حل التمارين. ساين X يساوي كوساين 90 ناقص X. بنشوف تطبيق. هون في عنا أمثلة على بعض الزوايا المتتامة. كوساين 30 يساوي ساين 60 لأن مجموع 90. كوساين 18 يساوي ساين 72 كمان مجموع 90. ساين 15 يساوي كوساين 75. كوساين 45 يساوي ساين 45. فإذا كل زاويتين مجموع 90 هما زاويتان متتامتان، ساين إحداهما يساوي كوساين الأخرى. طيب تطبيق على هاي الخاصة. عبيقلنا تطبيق. إذا كان X قياس زاوية حادة وأصغر من 70، يعني قيمة X أقل من 70 درجة، وكان ساين X يساوي كوساين X زائد 20، إذا نحسب هون قيمة X اللي هي قياس زاوية. طيب أنا في عندي بالسؤال ساين X يساوي كوساين X زائد 20. طالما عنا ساين زاوي يساوي كوساين زاوي أخرى، فهدول الزاويتان متتامتان، يعني مجموعين 90 درجة. يعني في عنا مجموع الزاوية الأولى X زائد الزاوية الثانية X زائد 20 مجموعين يساوي 90 درجة. هون إيش سوينا؟ شكلنا معادلة مجهول فيها X عن طريق هاي العلاقة. بنحسب قيمة الـ X. X زائد X يساوي 2X زائد 20 ويساوي 90. بنحسب قيمة الـ X. 2X يساوي 90 ناقص 20 بعد ما نقلنا الـ 20 على الطرف الثاني. هذا بيعطينا أنه 2X تساوي 70. فX تساوي 70 تقسيم 2 ويساوي 35 درجة. يعني قياس أو قيمة الـ X تساوي 35. بعيد التمرين، عاطينا X قياس زاوية حادة،
ساين اكس يساوي كوساين اكس زائد 20. نحسب قيمة اكس. طالما عندي ساين زاوي يساوي كوساين زاوية ثانية، فهالزاويتين مجموعين 90 لأن زاويتان متتامتان حسب الخاصة اللي أخذناها من شوي. يعني اكس زائد 20 زائد اكس زائد 20 يساوي 90. معادلة من الدرجة الأولى المجهول فيها اكس، بنحسب قيمة الاكس في هاي المعادلة، بتكون عندنا طلعت قيمة اكس المطلوبة 35.